رجعنا من جديد، هنعمل الحلو بتاع النهارده. الحلو بتاع النهارده حلاوته ان هو مختلف شويه، هي كيكه بس الكيكه دي هنسقيها وهنحطها في الثلاجه وهتبقى تتاكل بالشوكه كده مكعبات صغيره، حلوه قوي ومختلفه على اللي احنا متعودين عليها. يبقى مكعبات او مربعات كيكه جوز الهند. المقادير بتاعتي: كوبايتين دقيق، 4 بيضات، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره بيكنج باودر، وهستعمل جوز هند مثلا نقول نص كوبايه. الصوص بتاعي لبن، حوالي كوبايه لبن، نص كوبايه لبن مكثف، وهستعمل جوز هند اغطي بيه الكيكه. جوز الهند بتاع التغطيه ده ممكن ابدله بكاكاو، ممكن ابدله بسوداني مجروش، اللي انتوا عايزينه يعني، ما فيش مشكله. التغطيه دي او الحاجه اللي هنغطي بيها الكيك بترجع للذوق الشخصي. اول حاجه البيض والفانيليا طبعا، والفانيليا دول اهم حاجه. هضرب البيض كويس قوي مع السكر، اهو البيض والسكر جامد جامد، وهحط لهم الزيت. اهو لغايه ما يبيض، وهحط جوز الهند. هنا اهو بقى هشيل المضرب السلك وابتدي اشتغل بالسباتشولا. هجيب سباتشولا وهنحط الدقيق والبيكنج باودر. الدقيق لازم يبقى منخول، اي كيكه لازم الدقيق يبقى منخول، مش عشان هو الدقيق فيه حاجه، لا، علشان ادخله هواء. لازم الدقيق يبقى فيه هواء عشان الكيكه تبقى منفوشه معاكي وهشه. هحط نص كميته، وهحط البيكنج باودر بتاعي واقلب لغايه ما ايه كل المقادير تختلط مع بعض. هحط بقى بالتناوب اللبن، مقدار اللبن بتاعي. دايما اللبن او السائل اللي في الكيك، سواء لبن سواء عصير برتقال، بيبقى بالتناوب مع الدقيق، وانا بقلب الدقيق. اوكي كده اهو. يا ام يوسف، ازيك يا شفاية؟ ازيك يا ام يوسف، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كل سنه طيبه بمناسبه مولد. وانت طيبه حبيبه قلبي، وانت طيبه، عينيا ليكي. ازيك؟ طالبه منك كيكه الليمون، بالله عليكي. ركبت عيني ده، اعملها لك، اعملها لك من عينيا الاثنين، بعملها تحفه، والسكر اللي عليها بعمل الصوص بتاعها خرافي. من عينيا الاثنين نعملها يا جماعه، نحطها في مقادير الاسبوع الجاي من عينيا. اهي بعد كده هحط بقيه الدقيق وبقيه اللبن، اهو هنشيل بقى دول ونبتدي نقلب بقيه الكيك. انا هقول لك النهارده كيكه الليمون ونعملها الاسبوع الجاي، انها حلوه. لازم اشيل الدقيق اللي على، خدوا بالكم الدقيق اللي على الجوانب ده محسوب من مقدار الدقيق بتاع الكيكه، يعني عشان قوامها يبقى مظبوط. بصي اهي خلاص كده، وبقلب كويس قوي عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، وبعدين بحطها في صينيه مستطيله او مربعه عشان اعرف اقطعها، ودخلها الفرن طبعا عشان اعرف اقطعها مكعبات. لازم ما تبقاش صينيه مربعه، هحطها في صينيه تبقى رفيعه، بصوا تطلع لي كده على حراره 170، بتاخد لها حوالي 25 دقيقه عشان تستوي. حاجه بقى، الكيكه بعد ما تطلع من الفرن لازم تبرد، ما ينفعش اشتغل فيها ابدا وهي مش بارده نهائي. خلاص هاجي اعمل الصوص بتاعي الاول، هحط اللبن المكثف، النص كوبايه اللبن المكثف، اهو، واللبن. بسم الله، شويه شويه كده اقلب علشان يختلطوا في بعض. ما تحطيش لبن كتير يعني عشان ما تبقاش صيصه قوي، فاهمه؟ انا عايزه
طعم اللبن المكثف يبان. خليني بس عايزه اخد اللي موجود هنا كله، النص كوبايه كلها كده. احنا عملنا معاكم اللبن المكثف ده كذا مره، مرتين كمان، يعني مش لازم نجيبه من بره، لان ده من الحاجات اللي سعرها في البيت بيفرق جدا. يعني في حاجات ما بيبقاش في فرق كبير في السعر لو احنا عملناها في البيت، بس في حاجات سعرها بيفرق جدا لو جبناها من بره او ان احنا عملناها في البيت. فاللبن المكثف ده من الحاجات اللي سعرها بيفرق قوي. خليني اشيل الحاجات دي كلها بس الاول علشان اهو ما خدناش كل اللبن، عملنا بس اللبن المكثف مع شويه لبن. هاجي بقى هنا حنان. يا حنان. ايوه حبيبتي، معاكي اللبن ساقع ولا سخن ولا ايه؟ اللبن عادي بحراره الاوضه، او اللبن يكون ساقع مش مشكله، بس ما تسخنيهوش. طب والدقيقه قد ايه؟ كيلو ولا اتنين؟ لا الدقيق كوبايتين تقريبا، انا ما بحفظش. بصي اهي الدقيق كوبايتين دقيق، اربع بيضات، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره بيكنج باودر، ونص كوبايه جوز هند. وهننزل المقادير اخر الحلقه، بترجع المقادير كلها بتاعت الحلقه بتنزل. خلاص؟ فممكن اخر الحلقه تصوريها بالتليفون اسهل لك. طب ما مش معايا تليفون من اسمه معايا موين عادي. طيب اقول لك المقادير تاني، اقولها لك تاني. بصي يا ستي، الكيكه دي 2 كوبايه دقيق، 4 بيضات، بتكتبي معايا، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص كوبايه جوز هند. ده الكيكه. المقدار بتاعي ده، المقدار بتاعي ده عبارة عن أخد مني نص كوباية لبن مكثف ونص كوباية لبن عادي، وبعد كده عندي جوز هند هسقط فيه الكيكة عشان أغلفها بيه بعد ما أوريكم هنعمل إيه دلوقتي. خلاص؟ يبقى أنا عندي ثلاث حاجات. الكيكة عملتها، قلتلك مقدارها، دخلتها الفرن على 170، أخدت 25 دقيقة تقريبا لنص ساعة حسب فرنك، وطلعت بالشكل ده. و ادي اللبن المكثف مع اللبن العادي، وادي جوز الهند. ميرسي يا حنان، واعمليها وقولي لنا رايك ايه. حاجه بقى اقطعها مكعبات، لازم تكون بارده، تكون بردت، ما ينفعش احطها عشان كده وهي بتسالني اللبن سخن. لا، اللبن السخن هيبوشها، ولو هي سخنه هتبوش برده، فناخد بالنا من النقطه دي ان هي تبرد، واللبن يا يعني اما لبن ساقع يا اما بحراره الاوضه، مش مشكله يعني، المهم ما يبقاش سخن. وبعدين اجي اقطعها مكعبات تاني كده. اهي هي دي ميزتها بقى انها ايه، بتبقى ساقعه لانها بتخش الثلاجه. اي كيكه بنسقيها بتبقى حلوه ساقعه، يعني الكيكه اللي بنسقيها بالميه الغازيه او بتاعت عصير برتقال، لان التلزيقه اللي فيها بتبقى فيها تلزيقه بسيطه كده، بتبقى حلوه لو هي ساقعه في الثلاجه. بنقطعها كلها، وبعدين بنشتغل بقى بخفه علشان برضو ما تبوش معانا. اهي بصوا بقى، هنيجي ادي قطعنا الكيكه كلها مربعات. ايوه شايفين اهي. هجيب بقى شوكتين واجيب معلقه احتياطي برضو، ونبتدي نعمل ايه بقى. هنحطها في اللبن مع اللبن المكثف ده، شويه شويه مش كله، علشان اهي تشرب ايه الصوص ده. واشيلها من الصوص ده اهي، اشيلها من هنا على جوز الهند. وزي ما قلت لكم مش لازم جوز هند، ممكن كاكاو، ممكن اي حاجه عندك، سوداني مجروش مثلا، جوز هند شرايح،
كده اهي اهو علشان يلزق فيها اهي. بصوا استنى اهو بصوا حلوه جدا اهي. بنروح حاطينها في التوابل، وطبعا لما نيجي نرصها بنرصها مكعبات فوق بعض. خلاص نجيب الباقي. ايوه عايزه اقول لكم بقى حاجه تانيه، بعد ما نخلص الكميه ونعملها كلها بالجوز الهند وكده، نغطيها، نغطي الطبق بستريتش او فويل عشان نكتمه، او نحطها في علبه ليها غطا. نحطها في علبه ليها غطا ليه؟ علشان تنكتم شويه، ونحطها في التلاجه بحيث تبقى تاخد التلزيقه اللي بقول لكم عليها دي، بتبقى تحفه حلوه جدا يعني. دي ما بتتقدمش على طول، دي بتبقى ساعتين في التلاجة ومتغطية. اوكي اتفقنا؟ يعني انا حطها في طبق، انت حطيها في علبة بلاستيك بقى وغطيها بغطا العلبة وحطيها ساعتين في التلاجة، ودوقيها بعد كده بقى وادعي لي عليها اهو كده اهو، لغاية ما نخلص بقى المقدار كله. وبعدين لما بتقدميها بتحطيها كده زي الجبل فوق بعض، بتتاكل بالشوكه خرافه. ولو انت قطعتي بقى جنبها موز مثلا، مانجا، بتقدم جنبها بتبقى حلوه قوي. هنعمل دي اخر حاجه علشان الوقت، وعشان الحق اقول لها كيكه الليمون. عينيا بصوا خلاص هطلع، وزي ما قلنا ما بنعملهاش كلها علشان ما تبوش، احنا بنحطها في التلاجة متغطية في علبة مقفولة علشان تطرى وتاخد التلزيقة. لكن لو انت مثلا بتقولي طب ما انا احطها في، اخليها تبوش شوية في اللبن وخلاص، لا بتفرق، الطعم بيفرق، والتكستشر اللي هو الملمس بتاعها بيفرق. اوكي ساعتين في التلاجة متغطية اهو، اديني قلتها كذا مرة عشان تطلع معاكو احلى حاجة. اهو ايه رأيكو بقى؟ وجنبيها بقى شرايح الفاكهة بتبقى تحفة، اللي عايز مش عايزين اهو كده، وممكن كمان شوية صوص كراميل عليها كده وتتقدم، يا سلام مزاج. هروح بقى دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. عملنا ايه النهارده؟ عملنا وصفات حلوه قوي. اول حاجه عملناها فراخ محشيه بصل خرافيه، شايفين شكلها ازاي؟ هنقدمها مع رز، وطبعا الخضار دي اتشوت اهي جنبها. مش عايزه اقول لكم جمالها، حلوه جدا وسهله جدا. عملنا معاها كمان ايه؟ عملنا جراتان خضار، اللي هي خضار بالبشاميل.